هذه المعركة أطهر وأعز وأشرف أبنائه من المجاهدين الأحرار الذين استشهد. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى صباح يومنا هذا عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب، وهما سفينة يونتي إكسبلورر وسفينة نمبر ناين، حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية. وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية. اليوم أرقنا مفقدي جدودين ومبين בפעילים. היום נורו טילים לעבר שתי ספינות סוחר ללא קשר למדינת ישראל. אני חוזר עוד פעם שיהיה ברור, ללא שום קשר למדינת ישראל.